السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهاردة معانا درس جديد من دروس الكروشيه. زي ما انتم شايفين كده، وردة مسطحة شكلها جميل وبسيط جدا اهو، مسطحة خالص. طيب الوردة دي مش بس كمان لتزيين الملابس، طبعا دي كمان ينفع تتشبك وتتعمل بلوزة، تتعمل جاكيت، مفارش، حاجات كتير قوي، وخطواتها بسيطة جدا. يلا بينا ونشوف ازاي هنعملها مع بعض. في البداية انا هستعمل ابرة مقاس 2 مليمتر على خيوط everyday. البداية هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهقفلهم بمنزلق بالشكل ده. عندنا الفراغ ده، داخل الفراغ ده هعمل 12 عمود بلفة، وبين كل عمود وعمود سلسلة. في البداية هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، هلف الخيط على الإبرة، وداخل الفراغ هنا هعمل عمود بلفة، أطلع من لفتين، من كمان لفتين هعمل سلسلة، وألف الخيط على الإبرة وأعمل عمود بلفة عادي، سلسلة وعمود بلفة، سلسلة عمود بلفة، لغاية ما أوصل 12 عمود. وطبعا أول 3 سلاسل أنا أعتبرهم عمود، وإحنا عملنا 4 لأنه بين كل عمود وعمود في سلسلة، هكملهم وأرجع. أنا وصلت ل 12 عمود بلفة، وبين كل عمود وعمود قلنا سلسلة، هعمل هنا آخر سلسلة وهقفل في أول 3 سلاسل، مش الرابعة لأنه الرابعة هنعملها فراغ بين العمود والعمود. يعني هعد هنا 1 2، وفي التالتة هعمل غرزة منزلقة. بالشكل ده. دلوقتي هدخل على الفراغ على طول وأعمل غرزة حشو، وكمان غرزة حشو في نفس المكان. هروح هنا عند العمود الاول، اسحب كده، هدخل الابرة واسحب واعمل منزلقة. هعد 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وفي نفس المكان اعمل منزلقة. بالشكل ده هيتكون عندي حلقة زي دي. هروح على الفراغ اللي بعديه واعمل 2 غرزة حشو، 1 2، وفي العمود اللي بعديه انا مش هعمل الحلقة، لا العمود اللي بعديه احنا هنعمل عمود او عمود لا، عشان يطلع معايا 6 بتلات. طيب هنا عند العمود هنعمل غرزة حشو، هروح على الفراغ اللي بعديه 2 غرزة حشو، يعني في الفراغات هنعمل 2 غرزة حشو، والعمود اللي مش هنعمل فيه الحلقة هنعمل برضو غرزة حشو. طيب احنا وصلنا للعمود الثالث، العمود الثالث اللي هنعمل فيه الحلقة، هدخل كده في الغرزة واسحب منزلقة وارتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وفي نفس المكان هعمل منزلقة. هرجع تاني هعمل 2 حشو في الفراغ، والعمود اللي يقابلني على طول اللي بعديه برضو هعمل غرزة حشو. واللي بعديه على طول 2 غرزة حشو في الفراغ اللي بعديه، والعمود الخامس كده. يعني احنا كده هنسيب عمود. في البداية انا عملت في اول عمود وسبت عمود، وعملت العمود اللي بعديه، سبت عمود ده والعمود اللي بعديه، هعمل 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 7 8 9 10، وفي نفس المكان هعمل غرزة منزلقة. هكمل كده على نفس النمط، هيطلع معايا 6 حلقات
يعني 6 حلقات في الدايرة كلها، هكملهم وارجع لكم تاني. انا هنا عملت 6 حلقات، فاضل عندي هنا اخر عمود اهو. احنا قلنا بين الفراغات هنعمل 2 غرزة حشو، 1 2، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة هنا انا بدأت بيها اهو بالشكل ده، معايا 1 2 3 4 5 6 حلقات. طيب دلوقتي هنعمل البتلات، هلف الخيط على الابرة على طول، هدخل في الفراغ هنا على طول، وهعمل 10 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده، وبينهم هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهكمل هنا في نفس الفراغ اعمل 10 عمود بلفة تانيين. يعني عندي هنا 20 عمود بلفة بين العشرة والعشرة 3 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده. البتلة اهي، انت في اخر الشغل طبعا هنظبط الشغل كله. دلوقتي هعد هنا، هروح 1 2، وفي التالت عند العمود هنا اعمل غرزة منزلقة بس كده. كده احنا خلصنا اول بتلة، هعمل تاني هلف الخيط على الابرة واروح على البتلة التانية على طول، واعمل نفس الخطوات، 10 عمود بلفة 3 سلسلة، 10 عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي 3 4 5 6 7 8 9 10. هعمل 3 سلسلة، 2 3، وفي نفس هنا الفراغ زي ما قلنا هنعمل 10 عمود بلفة تانيين. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هسيب هنا الغرزتين، ادي 1 2، وفي الثالثة اللي هي عند العمود اعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. وطبعا زي ما احنا قلنا البتلات هنظبطها في اخر لما نخلص كل البتلات يعني كلهم، وبكده هكمل كل الفراغات، هكملهم وارجع لكم تاني. هنا من بعد ما خلصت البتلات كلها هقفل بمنزلقة اهو في اول غرزة حشو انا هنا عملتها بالشكل ده. هأمن الشغل بغرزة سلسلة
ديت وكده الوردة خلصت معايا زي ما انتم شايفين كده اهو مسطحة خالص. ودي زي ما انا قلتلكو تنفع وطبعا الخيط ده هنخفيه بين الغرز. الوردة دي تنفع احنا نشبكها في بعض من الفراغات اللي هنا كده، ينفع نعملها مفارش وينفع نعملها بلوزات وينفع نعملها جواكت وحاجات كتيرة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، كان سهل عليكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.